رقصة أحدوس، موسيقى وكلام موزون، رقصات وتعابير جسدية جماعية، فن اهتزت له منصات مهرجان تيميتار بمدينة أكادير المغربية. إنها الدورة 11 لمهرجان تيميتار الذي يحتفل بالثقافة الأمازيغية، ثقافة سكان شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء. هذا الفن التراث ديالنا اللي فن أحدوس نحتفظوا عليه، خلوه لنا جدودنا واللي قبل منا ومفروض علينا باش نحتفظوا عليه، ونتمنى إن شاء الله من الأجيال اللي جاية مورانا تبع الصبغة ديال هذا الفن، هذا التراثي موروث شعبي. الرئيسة نعيمة سلاتين فنانة شابة آلت على نفسها إلا أن تنشر هذا الفن بين الأجيال الشابة للحفاظ على تراث منطقة سوس الثقافي. نعيمة حمست الحضور بإنشادها أغنيات تراثية. التضارس ديال هذا الميدان الفني ديال الأمازيغي، كاين عندنا التضارس غير في الفنانة، كنخدموا مع جميع الفنانة، كنخدموا في استوديوهات كولار، كنخدموا المهم معاهم، منهم تعلمنا الحمد لله، ومحتفظين حتى حنا على التراث الأمازيغية، وكنوصلوها للشباب اللي في السن ديالنا واللي فتنا واللي فاتنا. كاينين عندنا المحبين الحمد لله في الناس اللي فاتونا، كنفيدو كنعطيو شي حاجة من التراث القديمة كنجددوها حنا. أصوات وألحان العالم كانت حاضرة أيضا في أكادير. الفنان ألفا بلوندي القادم من كوت ديفوار ألهب منصة مهرجان تيميتار بفنه الملتزم بامتياز. أتوجه إلى كل العائلة السياسية الإفريقية. المغرب مثال رائع للاستقرار السياسي الذي يجلب الاستقرار الاقتصادي. السلام هو كنز الدول الإفريقية. على هذه الدول أن تتجنب الحروب. نحن هنا لنشجع السلام وكل ما يمشي في هذا الاتجاه، ونحن على استعداد تام لنسلك هذا الطريق. إذا تمت دعوتنا فإننا نلبي هذه الدعوة بسرعة فائقة. آخرون كالفنان المصري هاني شاكر جاءوا إلى مهرجان تيميتار برسالة سلام من منطقة عربية أصبح عنوانها الغالب الاضطراب والبحث المضني عن الاستقرار. أقول إن إحنا يعني في أمس الحاجة لأن إحنا نتحد أكثر ما نفترق في الوقت ده، وتوحيد الصفوف والجهود لاحتواء كم المشاكل الكبيرة اللي حاصل فيها العالم العربي. كوكبة من فناني العالم بعثوا إذن على مدى 4 أيام رسائل سلام وحوار من خلال العروض التي قدموها في أكادير.